يا حاجه فاطمه، عمال ادور عليك في المكان. ازيك يا حاجه؟ صباح الفل. الحمد لله، صباح الخير. انت بتعملي ايه بقى ده؟ ده انا بعمل شريط في طقم بيبي. بتعملي شريط؟ بركب شريط في طقم بيبي. في طقم بيبي؟ يعني ايه؟ طقم بيبي ده طقم سلوبيتا. دي سلوبيتا كده. طب وريني كده هتعملي ايه؟ ايه المكنه المعقده اللي قدامك دي؟ دي مكنه الشريط بس سهله يعني، ما فيهاش مشكله. كل العقد دي سهله؟ ما هو بالنسبة لنا سهلة. مش ده الكستبان ده؟ ده العيار بتاع المكنة اللي احنا بنظبط بيه العيار بتاع الغرز. بتظبطي بيه فين بقى اللي بتحطي فيه الخيط؟ فين الخيط بقى؟ الخيط اهو، بس اهو في كروشيه من جوه. نفتح من هنا والكروشيه جوه المكنة. انت عارفة المكنة دي حتة حتة. بس انا في بالاكتر ان انا خبرتي في السنجر اكتر. سنجر طبعا. سنجر والاوفر. دي اصل المكنة السنجر. دي اول مكنة اشتغلتي عليها. السنجر. وانت عندك كام سنة بقى؟ وانا عندي 12 سنة. كنتوا كام اخ واخت؟ كنا اربع اخوات واخت واحده. اربع اخوات وانا واحده بس. يعني اربع بنات؟ لا، اربع رجاله وانا. خمس اخوات. ووالدك؟ والدي كان عامل في شركه. فحبيتي تنزلي تساعدي في البيت. وانت 12 سنه. وانا 12 سنه. ما اتعلمتيش حاجه؟ لا خالص. خالص. مش مدرسه خالص. خالص لا، كان ممنوع. ممنوع ليه؟ البنت لا ما تتعلمش اساسا. رغم ان انا عندي اخ استاذ جامعه. اخوك؟ يعني انتوا اربعه والاخ بقى استاذ جامعه. ازاي والظروف كانت صعبه كده بقى؟ هو علم الولد بس؟ كان علم. كان في اهتمام يمكن بالولد شويه. وانت نزلتي عندك 12 سنه تشتغل. اشتغلتي على الخياطه على طول؟ خياطه على طول. اشتغلتيش حاجه تانية؟ لا. اشتغلت فين بقى؟ عند ترزي ولا عند خياطه؟ لا، خياطه الاول، رحت عند خياطه وبعدين بعد كده اتنقلت بقى عند ترزي، اتعلمت المهنه كلها. من كام سنه بقى حاجه بطل؟ من كام سنه؟ كان عندي 12 سنه. طب انا دلوقتي عندي 62 سنه او 63. كان من 50 سنه. من 50 سنه. ونزلت تشتغل. كنت بتاخدي كام في اليوم؟ كنت باخد في الاسبوع 2 جنيه. في الاسبوع؟ وتروح الشغل بمواصلات؟ لا، كان جنب البيت، وبعدين كان مشوار بعيد، كان والدي بيجي ياخدني من الشغل وكده. بس 2 جنيه كنت بقدر اعمل بيهم حاجه. من 50 سنه؟ من 50 سنه. كنت بتديهم لابوك؟ ما تحوشيش حاجه؟ لا، يعني كان جزء ليا انا عشان اجيب طلباتي، والجزء الثاني كان والدي بياخده. ما تقدريش تحوشي حاجه؟ لا. لكن كنت شغاله وبتساعدي اسرتك؟ شغاله، وكنت بطلع برضه يوميات والحمد لله، وكنت بكسب يعني. كان فضلت قد كده بقى يعني على الحال ده كام سنه؟ لغايه ما بقى سني 19 سنه. وبعد كده طبعا جالي الحاج احمد. والحمد لله ربنا وفقنا وبدانا بمكان صغير. الحاج احمد كان بيشتغل في التريكو. برضه الحاج احمد كان عنده ولاد كده واخوات برضه، ونزل يشتغل وعيل صغير. بالظبط. يعني انتوا الاثنين يعني من اول خالص. بس الحاج احمد كان متعلم بقى حاجه ولا برضه؟ لا، كان متعلم طبعا. كان متعلم طبعا. وبجد انا لو اتعلمت اي حاجه كويسه فهي من الحاج احمد. اشتغلت انتوا الاثنين؟ انتوا الاثنين في النسيج في الشغل؟ في الشغل ده. بدأنا في الشغل ده. طب امتى بقى قررتوا تسيبوا شغلكم وتشتغلوا مع بعض؟ بعد ما اتجوزتوا؟ بعد ما اتجوزنا على طول، من اول اسبوع من الجواز انا نزلت الشغل معاه هو. سبتي بقى الترزي بتاعك والخياطه؟ وبعد كده بدأنا بقى ان احنا ندخل. كان هو رزقه بتاعك بقى ولا ايه؟ طبعا. ولغايه الان؟ لا، لغايه الان. لا يعني لما نزلتوا تشتغلوا، اشتغلتوا فين؟ اشتغلنا، كان عندنا مصنع صغير في اسكندريه، وكنت دايما معاه. انت هو عملت مصنع صغير ولا مصنع اشتغلت فيه؟ انا لا، دخلت له، هو عنده المكان ده. هو عنده؟ كان كونه هو. واشتغلت معاه. واشتغلت معاه. بس بقيتي مرات صاحب المصنع الصغير ده. ما كانش هنا؟ لا، ما كانش هنا. لا، وبعدين يعني ربنا ساعدكم جامد. وبعدين الحمد لله ربنا. ازاي نطيتوا يعني؟ حصلت الحمد. والله ساعات انا بقعد مع نفسي افكر اقول سبحان الله، يا ربنا كرمنا بسرعه ويعني عطاء كتير يعني، الحمد لله. يعني انتوا جيتوا العمريه هنا امتى؟ بعد كام سنه؟ احنا دلوقتي احنا لنا 30 سنه هنا في العمريه. بدانا بمصنع صغير كده. يبقى قعدتوا هناك بقى حوالي 10 سنين في المصنع كده. الصغير ده. بالظبط كده. هو اشتغل وانت تحوشي. الحمد لله. كنت بتحوشي فلوس ليه؟ عندي في البيت يعني. وبعدين اللي كان نفعنا ان احنا كان في صراحه ما بيننا. انا عارف ان عندك في البيت يعني. كنت بتخبيهم فين؟ لا، كان كل حاجه عشان نعرف بس بتخبيهم فين. لا يعني هقول لحضرتك حاجه، يعني هو اللي نفعنا ان كان ما بيننا صراحه وكل حاجه واضحه.
يعني انا يعني انت لما كنت تشيلي فلوس هو عارف بتشيلي ايه؟ هو عارف، ولغايه الان انا لو معايا اي مبالغ هو الحاج اللي بيشيلها لي، هو اللي بيعرف عني كل حاجه. بس دي فلوسك انت يعني، مش فلوسك انت يعني، شايلها الوقت عوزها. يعني انا دايما بعتبر اي فلوس بتيجي من المصنع فهي بتاعه المصنع. كويس، بس انت بتشيلي يعني حاجه على ليا انا؟ لا ليا انا بيبقى ليا نظام تاني، يعني انا مثلا مصروفي انا او وضعي انا ده ببعده عن دايما عن فلوس المصنع. يعني انت دلوقتي مديره المصنع؟ اه الحمد لله. بتاخدي مرتب؟ اه بياخد. بيدوكي مرتب؟ بيدوني مرتب. كويس جدا.